فكرة مهمة جدا، موسيماني يعمل ضغط عالي من بداية المباراة ويبحث عن هدف يريح بيه الدنيا، ولا يبقى عندنا برضو خطة متوازنة ويقدر يعني في توازن ما بين الدفاع والهجوم؟ يعني أنا في رأيي برضو إن لازم يبقى في خطة متوازنة، يعني النادي الأهلي برضو يقفل كويس في نص ملعبه في البدايات، طبعا بيمتص حماس الجمهور الكبير، جمهور الكورة أو أي فرقة بيبقى عندها أمل حتى لو مغلوبة بره أرضها بفارق كبير، نتيجة للخبرات يا أسامة، والكرة علمتنا إن مفيش مستحيل في كرة القدم. وأي إنسان في الدنيا لازم يكون عنده أمل حتى لو المسألة صعبة أو مستحيلة، مفيش مستحيل في الكورة. من المنطلق ده لازم النادي الأهلي يتعامل مع المباراة، إن ينسى خالص النتيجة الأولى الكبير اللي كان موجود في المباراة الأولانية، يلعب على العامل النفسي بتاع الفرقة التانية، لازم يحس الفرقة التانية ان هو جاي يكسب، مش جاي معتمد على النتيجة السابقة، لا ده انا جاي ألعب وأكسب. عنده عناصر كويسة، النادي الأهلي ما عندهوش الضغط الكبير اللي هو جاي بنتيجة نص نص او جاي بسكور قليل، لا الحتة دي برضو يحطها جواه، وانه يلعب بثقة. والنادي الأهلي لو بين لفرقة سطيف من البداية انه جاي عشان يكسب او يحرز هدف، وان شاء الله يحرز هدف، ده بمثابة ان الدنيا خلاص الدور خلص انتهى يعني. فهي خطة متوازنة مع اللعب بحماس وتركيز، وطبعا اللعيبة الكبيرة الخبرات في فرقة النادي الأهلي عليها عامل كبير جدا جدا، بداية من حارس المرمى طبعا الكبير محمد الشناوي عليهم عامل كبير جدا جدا، ما حاولوش لعبة النادي الأهلي استفزاز الجماهير في أي حاجة، سواء لعب بقوة أو لا، يبقى في حماس، وإن شاء الله بإذن الله المباراة يعني تتلعب في إطار من الروح الرياضية. وأعتقد أن طبعا النادي الأهلي استقبل استقبال كبير جدا وحافل منه. العلاقات دايما جيدة بين مصر والجزائر وبين الأهلي وبين فرق الجزائرية، وشفنا زيارة مهمة لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهي دي كرة القدم، وهي دي اللي بتقرب دايما ما بين الشعوب وما بين الأندية، والنادي الأهلي ده دوره دايما يعني. عايز أقول كمان حاجة مهمة جدا جدا، احنا لسه ما صعدناش للنهائي، وزيارة مهمة أيضا لمقام الشهيد كمان. عايز أقول إن احنا لسه ما وصلناش يا أحمد للدور النهائي، إن شاء الله بإذن الله قربنا، بس لازم نحط في دماغنا إن شاء الله عندك مباراة، ومباراة إن شاء الله يعني مهمة في النهائي، فالناس اللي عندها إنذارات تاخد بالها من الإنذار هناك، عشان الانذار ده ممكن يبعد بعض اللعيبه. القاعده اتغيرت دلوقتي، بقت ثلاث انذارات مش انذارين. انذار اصل ممكن، انا بتكلم عن انذارات في المباراه الواحده. النقطه اللي قالها كابتن حشيش مهمه في ايه؟ تفاصيل دايما صغيره بتفرق. احنا النهارده طرد لاعب مهم جدا فريق وفاق سطيف هنا في مباراه هنا، سهلت لنا الدنيا طبعا. انت كنت متقدم قبلها وبتوصل، لكن برضه بتديك افضليه، فدايما تفاصيل صغيره لازم اللعيبه تخلي بالها وتخلي تركيزها طوال 90 دقيقة. دكتور ثابت، بكرة وفاق سطيف شكله هيبتدي ازاي المباراة؟ موسيماني مفروض يتعامل ازاي مع الشكل ممكن وفاق سطيف يبتدي بيه؟ واولا انا شايف المباراه لسه بكره صعبه، ده زي ما قلت لحضرتك ان احنا طول عمرنا كنادي اهلي مش بنفكر في رقم 2 قبل رقم 1. بكره جمهور عندهم متعصب يعني قوي، جمهور بيملي الملعب حماسي جدا، ده مهم جدا يا كابتن اسامه. بكره اول 20 دقيقه دي مهمه جدا، احنا شفنا ليفربول لما كسب فيا ريال 2-0 ويقدر فيا ريال في الشوط الاول يجيبوا 2-0 على ليفربول، فانت طبعا احنا بنحترم فرقه وفاق سطيف بقوه. بكره انا شايف ان الفرق ما بين تكتيكيا لو استعرضنا الحالات ما بين وفاق سطيف في مباراه الذهاب ومباراه العوده، وفاق سطيف ممكن بكره يسيب لك مساحات في ظهر المدافعين. نستعرض الحالات وهي عندنا يا عماره عشان الدكتور احمد ثابت بيتكلم برضه. اول يعني المشكله في مباراه الذهاب عند وفاق سطيف اللي قدر بيتسو موسيماني يستغلها هي ان هو كان بيلعب 4 4 4 2 2 2 اللي هي 4 4 2. ده طبعا الملعب اللي هنلعب عليه بكره. ملعب طبعا رجلته اكثر من رائعه، وكمان دايما جمهور وفاق سطيف بيملى الملعب.
طبعا دي جمهوره لازم طبعا احنا محترمينهم بشكل كويس جدا. نجيب الصوره اللي بعدها نلاقي ان هم كانوا بيلعبوا دايما 4-4، دي طريقه لعب وفاق ستيف اللي هم معتادين عليها 4-4-2. طبعا عندهم امير غايب بكره اللي هو اللاعب الارتكاز اللي خد كارت احمر، فهيدخل احمد جندوزي مكانه ارتكاز وربما يدفع بيه عبد الرحيم دجموم ده كناحيه الشمال. فيا كابتن اسامه بص وكابتن محمد هنا 4-4-2 في الحاله الدفاعيه زي ما انتم شايفين المساحات قليله قوي، الخطوط متقاربه، ولكن في مشكله في المساحه اللي ورا ثنائي الارتكاز اللي قدر بيتسو موسيماني يستغلها في مباراه الذهاب من خلال تحركات احمد عبد القادر، من تحركات حسين الشحات، تحركات بيرسي تاو اللي كان نجم المباراه في الحته دي في استلامه وما بين الخطوط. هنا الشكل في مباراه الذهاب كان كده بالظبط، الفرقه بتدافع 4-4-2، فالفجوه الوحيده اللي عنده فوق ستيف في مباراه الذهاب كانت في الزون 14 اللي هي المساحه اللي ورا ثنائي الارتكاز، لكن بكره الفجوه هتبقى ورا الاثنين المساكين هتتغير. هنا فكر بيتسو موسيماني انا هستغل المساحات اللي ورا الاثنين المساكين ازاي؟ هل ابدا يعني لو استعرضنا طريقه اللعب التشكيلين بتوع النادي الاهلي، بيتسو موسيماني قدامه تفكيرين وجهه نظري، يا اما يبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه الذهاب اللي هي 4-2-2-2 الطريقه الجديده اللي بيلعب بيها بقاله 7 مباريات، يبدا باحمد عبد القادر ناحيه الشمال وحسين الشحات وقدام طاهر وبيرسي تاو، او محمد عبد المنعم رجع العب بخمسه ورا، هل العب بثلاث مدافعين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وايمن اشرف وزق معلول قدام؟ ادي اول طريقه، دي الطريقه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها بقاله 7 مباريات اللي هي 4-2-2-2 اللي هو يعني 2-2 يعني الجناحين بيضموا دايما لجوه حسين الشحات واحمد عبد القادر وطاهر وبيرسي تاو، والاثنين اللي في النص حمدي فتحي واليو ديانج، ياسر وايمن اشرف وهاني ومعلول ورا والشناوي. هات الطريقه الثانيه بقى اللي ممكن بيتسو موسيماني، هنا الفرق ما بين الطريقتين ايه؟ الطريقه دي هجوميه، الطريقه الثانيه دفاعيه شويه، هل انا مش هاخد الريسك هنا دخل محمد عبد المنعم مثلا على حساب واحد من الاجنحه اللي هو مثلا حسين الشحات ويفضل طاهر وعبد القادر على مستوى الاجنحه ومحمد عبد المنعم كمساك ثالث؟ ايا كان هيبدا التشكيل بكره بيتسو موسيماني بيه، نتمنى ان شاء الله اللعيبه اللي هتبدا تكون كلها موفقه، وحتى اللعيبه اللي هتنزل سواء على الشوط الثاني او الشوط الاولاني تكون كلها موفقه. عايز بس اكمل تكمله حاجه في وفاق ستيف. بكره وفاق ستيف عندهم مشكله، لو كملنا بقيه الصور بتاعت وفاق ستيف هنا بكره لازم تستغل المساحه الثغره اللي كابتن اسامه بيسالني عليها، ايه نقطه الضعف بكره اللي لازم نستغلها؟ هي المساحات الموجوده ورا قلبين الدفاع. فانت اي بص المساحات قد ايه. ايوه هنا هي دي اللقطه. هنا هم بكره مش هيلعبوا دفاع منطقه قوي، اكيد المدرب هيزق لقدام شويه عشان عايز يعوض، عايز حتى يجيب هدف هدفين ثلاثه ممكن تحصل، هو بيفكر في المفاجاه، بيفكر في الريمونتادا، وبالتالي المساحات الموجوده كابتن محمد اهي دي النهارده بيتسو موسيماني يقدر يستغل، لازم تفكيره انا النهارده هي كره القدم بقت مساحات. تمام. انا الشوط الذهاب قدرت استغل الزون 14، لازم في العوده استغل المساحه اللي ورا قلب الدفاع. وانا معاك ان بيتسو موسيماني يدور على هدف يقتل بيه المباراه تماما وكل طموحاته واحلام نادي وفاق ستيف. انا بص لو انا اتكلمت بشكل عام انا ببص على الطرف الثاني، ما بصش على نفسي. الطرف الثاني طموحه واماله فيها في الاهداف المبكره. صح، عشان كده اللي بتحيي الامال. علشان كده قلت لك البدايه هتلاقي بقى خطط اتغيرت وتكتيك اتغير وناس بقت الروح المعنويه والعزيمه هي مفتاح الماتش بالنسبه لهم، هو البدايه في الاهداف المبكره. صح، لان انت 1-0 غير 2-0، 2-0 لا قدر الله بيقربك من كل ما الوقت بيعدي هو اللي قلقان، هو اللي قلقان بالظبط كده. انما لما تعدي نص ساعه في الشوط الاولاني، تعدي الشوط الاولاني بتصعب المأمورية أكتر وأكتر وأكتر وبتحسسه بثقل النتيجة بتاعته هنا في مصر. إنما الأهداف المبكرة هذه مشكلة. طب تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي المدرب الصربي نيوفيتش مدرب وفاق ستيف قال إيه عن لقاء غدا الأهلي وفاق ستيف، ونرجع لحضراتكم مرة تانية نحلل مع ضيوف الكرام الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سعد. السلام عليكم. فيما يخص مباراة الذهاب يعني اللاعبين ككل يعني الفريق ككل لم يكن في يوم مباراة، يعني اللاعبين مروا جانبا من خلانا ننهزم 4-0 ضد فريق الأهلي. مباراة العودة إن شاء الله راح تكون مختلفة على مباراة الذهاب، 11 لاعب إن شاء الله كلهم مجندين يعني المعركة وحيدخلوا يعني بكل قوة ونلعب بكل حظوظنا إن شاء الله من أجل التأهل. طبيعة الحال يعني كي تشوف قراوي وقطع أساسية في الفريق يعني اللي لعب كامل مباريات، هذا يعني من أقش من قيمة اللاعبين اللي عندنا في الفريق. احنا المدرب جهز لاعبين آخرين اللي راح يعوضوا يعني قراوي،
اللي راح يدخلوا بكل قوه مفاتيح يعني المباراه هذه ان شاء الله احنا ندخلوا نهاجموا من يعني من البدايه ان شاء الله ان شاء الله يعني وين يكون ان شاء الله في الشوط الاول ان شاء الله نحاولوا وين نعودوا في النتيجه ان شاء الله على الاقل هدف او هدفين ونلعبوا احنا كل حظوظنا حتى اخر دقيقه ان شاء الله. صح جيت تشوف فوز بسبعيه ضد فريق يعني هو يعني في الحقيقه فريق جريح فريق وين سقط فريق سريع زين المباراه كانت يعني تحضير مباراه الاهلي وين الهجوم يعني الاله الهجوميه تحركت الحمد لله يعني هذا شيء ايجابي للفريق ان شاء الله ان شاء الله يكون الهجوم يعني في الموعد ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله وين ان شاء الله نحقق الرومونتادا ان شاء الله. شوف هي صح في مباراة الذهاب خسرنا 4-0 احنا مباراة العودة هذا ما عدنا ما نخسره هي كان عوامل ما خلتنا نخسره 4-0 يعني طرد قراوي 30 دقيقة وين تلعب 60 دقيقة كاملة ضد فريق الأهلي شيء صعب يعني مش حاجة سهلة تلعب 60 دقيقة منقوص عدديا انا حبيت نقول لك يعني مباراة العودة راح تكون مختلفة كليا عن مباراة الذهاب عامل يعني الأرض والجمهور وان شاء الله ندخلوا احنا قلت كذي معركه احنا ندخلوا 11 لاعب ان شاء الله من اجل الفوز واحنا كمان نلعبوا كامل حظوظنا ان شاء الله من اجل يعني تحقيق رومونتادا واللي فيها خير يجيبها ربي ان شاء الله. زي ما احنا شفنا دي تصريحات اللاعب نمديل عبد الكريم لاعب وفاق الصيف وزي ما قلنا عندهم امل فهيتمسكوا بالامل حتى لو 1% يعني هتلاقي بكره روح عاليه جدا مع جمهور وفاق الصيف علشان كده لازم النادي الاهلي بكره مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي يكونوا محضرين نفسهم تحضير 100%، التحضير الذهني مهم جدا، زي ما قال ضيوف الكرام الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت بدايه المباراه مهمه جدا، النهارده لا قدر الله وفاق الصيف يجيب هدف يبدا يدخل في اجواء المباراه، لا انا عايز امنع الكلام ده كله وعايز اقدر ان انا احرز هدف اصعب له المهمه بشكل كبير. كابتن حشيش مستر موسيماني زي ما هو بيسعى لهدف لازم برضو يكون عندنا زي ما الدكتور احمد ثابت الانطلاقات لازم الناس اللي بتلعب في الشق الهجومي بتظهر فرص لازم استغل الفرص النهارده واقدر اقتل المباراه من اول دقيقه. الماتشات الكبيره وفي الادوار اللي هي المتقدمه زي دي زي ما شفنا مباراه ما بتلاقيش فرص كتيره في الملعب كره ثابته محمد عبد المنعم خلص بيها بالظبط يعني ما بتلاقيش فرص كتيره شيء من الفرق الكبيره ان لما بتجي لك فرصه ده ملعب المباراه وحضرتك بتتكلم لما بتجي لك فرصه لازم تستغلها استاد خمسه يقول له حاجه رائعه يعني لازم تستغلها استغلال جيد جدا تحرز هدف لان زي ما بقول لك الهدف في وفاء سطيف بمثابه مكسب وبمثابه ان هدف ده بيحطم المعنويات تماما. بمناسبه ان الملعب ده دلوقتي بنتفرج عليه الملعب ده ليه ذكرى حلوه فيه مباراه نصر حسين ضايل في الجون اللي معروض دلوقتي قدامنا. الجون ده جبت هدف فيه في الدقيقه 92 في البطوله العربيه وده كان هدف الصعود لينا بعد كده الدور بلس 90 هو الهدف حتى بص يعني جاهزين معانا بيه ما شاء الله الناس جوه في الاعداد ومخرجنا عماره جاهزين بيه ده كان هدف الفوز لينا في مباراة نصر حسين ضاي المباراة دي طب يعني جهز نفسك بكرة أسامة بقى جهز نفسك بكرة تلعب طيب إن شاء الله وشه حلو علينا بكرة ملعب الصعود لمباراة النهائي اتفضل يا تحشيش لا يعني زي ما بقول لك طبعا مهم جدا استغلال الفرص أو أنصاف الفرص لأن دي بتفرق في المباريات اللي زي دي زي ما بقولنا برضو بكرر وبعيد الشوط الأولاني بالنسبة للمباراة بتاعت بكرة دي شوط مهم جدا جدا للفرقتين حطم امال فرقه وبيزود امال فرقه ثانيه في ان شاء الله باذن الله الصعود للمباراه النهائيه زي ما انت بتحافظ تماما ابعد عن فاولات طبعا اللي هي قدام ال 18 وخص بالذكر فيها طبعا بعض اللاعبين اللي فيه عندهم حماس زياده شويه زي ايمن اشرف انه برده لو لعب خلي باله من الحاجات دي في فاولات معينه بتبقى ملهاش لازمه اسامه في نص الملعب لو اللعبه مش مستاهله قوي انها تتعطل او انها يعني تتعمل فاول بلاش اعمل فاول زي مثلا على سبيل المثال حمدي فتحي عمل فاول في نص الملعب خد منه انذار الماتش اللي هنا ده ملوش اي لازمه لازم اللعيبه تكون حاطه في دماغها كذا حاجه وتبقى في نوع من انواع التركيز الجامد من اللعيبه كلها حاطين هدف قدامهم تركيز في انطلاقات حاطين ومفهمين ومحسسين الفرقه اللي قدامهم ان انا جاي اكسب برضه هنا عشان ااكد الجداره وان شاء الله ادي برضه انذار للفريق المنافس في النهائي ان انا جاي ان شاء الله باذن الله بكسب عن جداره الدور ده وان شاء الله بوصل للنهائي وابقى جدير بالنهائي ان شاء الله. دكتور ثابت زي ما كابتن حشيش بيقول ان المباراه مهمه
لازم نثبت فيها جدارتنا، يعني مش مجرد ان انا بصعد، لا ده مباراه مهمه حتى لربنا يكرمنا ان شاء الله نصعد المباراه النهائيه، فانا بحط قدم في المباراه النهائيه وانا بقول ان انا الاقدر ان انا اوصل. بكره الكرات الثابته مهمه جدا سواء الدفاعيه او الهجوميه، اللي لينا او اللي علينا. بنشوف النادي الاهلي في مباراه الرجاء بيحرز محمد عبد المنعم هدف الصعود للنادي الاهلي من كره ثابته، برضو الكرات الثابته اللي علينا وهم مميزين فيها، الكرات الثابته مهمه بكره طبعا. كمان واضح مستر بيتسو موسيماني شغال كويس في الضربات الثابته في الماتشات اللي بره القاهره، بره مصر يعني، شفنا قبل كده في صن داونز، شفنا في الرجاء، واضح ان هو بيعمل تكتيك كويس، حتى في الهلال السعودي في كاس العالم للانديه في فتره كاس العالم، لا واضح ان هو عامل شغل كويس في الضربات الثابته. نتمنى ده يستمر، لازم بكره ان شاء الله نفرد شخصيتنا ونحاول ان شاء الله لو كسبنا تبقى حاجه كويسه قوي. انت بتوجه رساله كمان للفريق النهائي في المباراه النهائيه ان انت دي تجربه بروفه، ان انت محطوط قدام جمهور نفس التجربه لو حصل في مباراه النهائي، انت قدام جمهور وفاق ستيف، جمهور قوي، جمهور بيشجع من اول دقيقه، دي نقطه مهمه جدا. الحاجه الثانيه عايز نقطة مهمة اتكلم فيها يا كابتن أسامة، ان احنا مهم قوي ان احنا نلعب كاملين، مهم جدا ان احنا ما يطردش مننا حد. حقيقة. ما دي التفاصيل الصغيرة اللي احنا بنقول عليها، لان الطرد فرق معاهم، في فرق معانا برضو، طرد صحيح وكل حاجة بس فرق معانا، سهل علينا المباراة. قدر ان انت تكسب 4 وكنت ممكن تكسب 6 في مباراة زي دي. مباراة الإياب مهم جدا ان انت تلعب كاملين، نحاول ان احنا في اول، اهم حاجة الاستحواذ في اول ربع ساعة. طول ما انت مستحوذ على الكورة وبتدور الكورة هتفرق كتير جدا، بتقلل الثقة في نفوس لعيبه وفاق ستيف، الجمهور الموجود ده انت بتصدر له الرعب ان انا جاي النادي الاهلي باسمي وتاريخي، انا اللي كسبانك في مباراه الذهاب 4، فلازم اول ربع ساعه تستحوذ على الكوره، ما ينفعش تفقد الكوره في اول ربع ساعه باي طريقه بقى، سواء بدات باي طريقه، لازم ادور الكوره، اسيب الكوره هي اللي تمشي. ليه؟ لان انا مهم جدا استحوذ، ده ليه دور نفسي مهم جدا. الحاجه الثانيه لو قدرت ان انا اسجل هدف في اول 20 دقيقه طبعا انت كده موتت الماتش. كده موت وفي رقم قياسي مهم جدا لازم اللعيبه تكون عارفاه ان احنا عايزين ندعمه، عايزين نزوده. انت النادي الوحيد في افريقيا اللي قدر يكسب في نص النهائي. دي صلاه الجمعه دكتور ثابت، وهسيبك تكمل. النهارده بعثه النادي الاهلي في مقر الاقامه وبيؤدوا صلاه الجمعه النهارده. انت كسبت في 2005 الزمالك، كسبت في 2020 الوداد كسبته 2-0، والزمالك في 2005 كسبته 2-1 بره ملعبك. 2021 كسبت الترجي في رادس 1-0. ننتظر بكره ان شاء الله الفوز عشان يبقى 4 مرات كسبت وفاق ستيف. برضو ان شاء الله لو الامور مشت كويسه وربنا اكرم وقدرنا ان احنا نسجل هدف، اعتقد ان ممكن بيتسو موسيماني يفكر يكون ليه حسابات برضو في بعض اللعيبه ان هي تاخد فرص في الشوط الثاني، زي محمود متولي، زي وليد سليمان، محتاج اللعيبه دي برضو ان انت تدخلها. وجهه نظري لو ربنا اكرم وقدرت ان انت تسجل هدف في اول 20 دقيقه ممكن محمود متولي يبقى ليه دور، تريح ناس من الناس الاساسيه. بس خلينا في الهدف الاساسي الاول بتاعنا ان احنا اللي انا عايز اقوله يا اسامه، عايز اقوله وبكرره تاني وثالث ورابع. يمكن انا سالت الكابتن ناصر سؤال قلت له النتيجه اللي هنا ممكن تاثر على الحكم هناك. مفيش شك ان لما الحكم بيحكم في ارض فرقه معينه بيبقى برضو نتيجه الفرقه هنا بيبقى في تعاطف، في جماهير وفي كذا وفي نتيجه تقيله، فيعني على الاقل الكور اللي فيها 50-50 ممكن تروح لاصحاب الارض. صح. فمن هنا دي خطوره الموقف بالنسبه للنادي الاهلي في النتيجه، وعشان كده بقول لك ان الاهداف وان كانت باينه انها اهداف كتيره، انما لا قدر الله الاهداف دي بتيجي في ثانيه يا اسامه. انت بتيجي لا قدر الله غلطه في ضرب الجزاء بتلاقي نفسك قربت بتدي مع، يعني في سيناريوهات كتيره جدا جدا لازم اللعيبه تحطها في دماغها، تنسى تماما الاهداف الكتيره وتفكر في انها اداء كويس قوي، حماس، بتركيز، بهدوء، وربنا سهل ان شاء الله. طب تعالوا نطير مع بعض كده نروح الجزائر لزميلنا كريم احمد، ولقاء مهم جدا مع كابتن سامي قمصان اللي بنقول له بالتوفيق ان شاء الله. مرحب بيك طبعا كابتننا كابتن اسامه حسني، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني نقدر نقول بقى خلاص يعني ساعات قصيره جدا وقليله جدا تفصلنا عن خطوه مميزه جدا وهامه جدا للوصول للمباراه النهائيه الاهلي وفاق ستيف. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي، مجهود كبير ومناخ طيب جدا ان شاء الله يكلل بالنجاح في 90 دقيقه بنعملها ان شاء الله يكون فيها جديه واصرار كبير كعاده فريق النادي الاهلي. اكيد كالعاده طبعا بيسعدنا يكون معانا طبعا الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، نتكلم معاه في كل الامور الخاصه بيها. الاستعداد كابتن سامي طبعا برحب بيك في البدايه، موفقين ان شاء الله باذن الله، التركيز باين الحقيقه المباراه الاولى، المجهود باين، ينقصنا التوفيق ان شاء الله في هذه المباراه زي ما كان التوفيق
معانا، حطينا في الاجواء، الانطباع الاجواء عامله ازاي، وحطينا في الاجواء كابتن. تحية طبعا للكابتن اسامه وبشكرك طبعا يا كريم. زي ما انت شايف الاستعداد لنا من بعد المباراه على طول الحمد لله نفس الاستعدادات بكل بتاعه كل المباراه. يمكن احنا متواجدين من 4 ايام الحمد لله، مركزين عندنا هدف معين بنسعى له. انت عارف النادي الاهلي كل مباراه اللي بيلعبها بيلعبها على المكسب، ودي الحمد لله اللي احنا مركزين عليها والراجل بيتكلم عليها. الحمد لله عندنا محاضرات كل يوم برضو بالاهتمام بالفرقه وشكل الفرقه وطريقه لعبها، حتى المباراه الاخيره اللي هم لعبوها والمكسب الكبير اللي هم حققوه. فاعتقد الحمد لله مركزين، واللعيبه عندها تركيز كبير جدا وعندها تصميم كبير جدا اللي هم يعملوا نتيجه ايجابيه، وده الاهم بالنسبه لنا، لان لحد دلوقتي احنا لسه ما وصلناش المباراه النهائيه. يعني انت كره فيها متغيرات كتيره جدا، لازم تحترم الفرقه، وكل ما تحترم الفرقه وتقدرها اعتقد هيبقى الوضع بالنسبه لك هيبقى افضل. يعني فاتمنى ان شاء الله ان ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله نوصل المباراه النهائيه باذن الله. بناكد على اليوم الاول في التدريب الاول، ان ده بيدينا انطباع مميز جدا على مدى جاهزيه وجديه اللاعبين. الحقيقه كان تدريب جيد جدا برغم طبعا الاضاءه والامور دي، لكن واضح الجديه والحماس الكبير. داخلين المباراه دي 0-0 بالتاكيد يا كابتن طبعا، لان انت عارف المباراه الاولى كان التوفيق معانا، ممكن يكون في متغيرات كثيره جدا. الحديث مع اللعيبه ازاي بخبره الكابتن سامي، اتكلم ازاي مع اللعيبه في هذا الامر؟ بص هو الراجل طبعا اتكلم في النقطه دي، نقطه مهمه جدا، انت عملت خطوه كبيره، خطوه مميزه مش عاوزين نقلل منها، لكن لسه 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 ما وصلتش المباراه النهائيه، معاك حاجه في ايدك مهمه جدا ان انت تحافظ عليها، مهمه جدا ان انت لو قدرت تجيب حاجه افضل خلاص ما كانش كده، انت محافظ على النتيجه اللي انت معاك. لكن في الاول والاخر ده مش تفكير، مش ده تفكير لعيبه ولا تفكيرنا كجهاز. يعني احنا بنلعب على المكسب، مهم جدا ان انت برضو تفرض شخصيتك، انت بطل افريقيا مرتين، انت اكبر فرقه في تاريخ افريقيا محقق البطولات، جمهورك ما بيقبلش على كده، ودي حاجه مقدرينها جدا. يعني جمهور النادي الاهلي دايما بيحب فرقته تكسب على طول باداء بنتيجه، فده اللي احنا بنسعى له الحمد لله، وده اللي اللعيبه مدركيه. يعني فاتمنى ان شاء الله يكون بس عندنا توفيق، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق، واعتقد اللي احنا واخدين الاسباب كلها، واعتقد ان شاء الله ربنا يكافئنا باذن الله. كل جاهز يا كابتن سامي، يمكن نقدر نقول السوليه يعني حتى هذه اللحظه لم يتم حسم الامر، ميكسوني كمان بنفقده امبارح فيها الاصابه، حمدي فتحي لسه، الامور دي شايفها ازاي وشايف الجاهزيه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي؟ بص في الاول والاخر احنا عندنا ثقه طبعا في كل اللعيبه الموجوده والمتاحه بالنسبه لنا. يعني زي ما انت قلت السوليه الراجل مش عاوز يعمل ريسك يعني بيه وكده، نفس القصه لويس امبارح تعرض لاصابه ان شاء الله اتمنى تبقى بسيطه، نفس القصه برضو حمدي الراجل لسه هيقرر، يعني هو يعني ما بيشارك في جزء من التدريبات لسه لحد دلوقتي ما قررش يعني. لكن في الاول والاخر بقول لك اللي احنا عندنا ثقه في كل اللعيبه، اللعيبه كلها لعيبه كبيره وعندها خبرات ولاعيبه دوليه ومرت بالمواقف دي كتير، فاعتقد ان لاي حد هيشارك هيعمل 100% بتاعته، وده اللي احنا بنتمناه. مردود الكلام والحديث للكابتن محمود الخطيب قبل السفر ووجودنا هنا، انا عارف ان الرغبه موجوده والحماس موجود مع لعيبه النادي الاهلي، لكن القيمه الكبيره ما بتكون متواجده وبتتكلم على منطقه سامي بيكون لها تاثير كبير جدا في التوقيت الحساس اللي احنا متواجدين. اكيد، وده قيمه الكابتن، يعني في الاوقات اللي هي الصعبه بتلاقي حاجه كبيره بالنسبه لك، بتدي لك قوه، بيفتح لك حتى حاجات انت ممكن تكون مش مستوعبها قوي. يعني اتكلم في محاضره كبيره جدا ومهمه جدا، ان اللي احنا اللي عملناه ده ماضي خلاص. يعني جمهور النادي الاهلي دايما بيبص للمستقبل، كان دي كانت حاجه كبيره جدا لينا واللعيبه وللجهاز، ان احنا لسه نعمل اكتر واكتر، لان النادي الاهلي يستاهل كده وجمهوره يستاهل كده. فاعتقد الحمد لله كان لها مردود كبير جدا، خصوصا في المباراه اللي عندنا الحمد لله مكسب كبير جدا، وان شاء الله نكلله بالمباراه القادمه باذن الله. كابتن اسامه بيقول لك موفقين ان شاء الله وربنا معانا ان شاء الله. شكرا يا كابتن اسامه وتحياتي ليك، وان شاء الله نشوفك بعد الماتش باذن الله. شكرا شكرا, شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن سامي ومصطفى طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله لكل المجهودات الطيبه جدا الحقيقه كابتن اسامه اللي بذلت من القاهره ومن التدريبات ومن المناخ الطيب الحقيقه اللي بيوفره مجلس اداره النادي الاهلي، يا رب كل المجهودات دي تكلل بالنجاح. عايز اكلمك واطمنك واطمن كل جمهورنا العظيم زي ما جمهورنا متعود من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي الاخبار الخاصه بها الفريق واستعداداته المكثفه. يعني اقدر اقول لك خلاص محاضره فنيه اخيره جدا، وتوجه الى ملعب المباراه عندنا 60 دقيقه طبعا، انت عارف طبعا لوائح الكافه سبيل ربع ساعه الاولانيه يكون مسموح ليه التصوير، ومنها مباشره يتم غلق التدريب تماما. النهارده يكون تدريب بالتاكيد جيد لفريق النادي الاهلي. يعني اطمنا من خلال طبعا كابتن سامي مصان على السوليه وحمدي فتحي وكل اللاعبين، الانكار الذات مهم جدا والتضحيات مهمه جدا في هذه المرحله، وده اللي احنا لامسينه الحقيقه كابتن اسامه مع لعيبه النادي الاهلي. الكل مركز، الكل عارف اهميه المباراه، الكل عارف ان المباراه النهائيه ليها حسابات عديده جدا، لكن لسه مش هنسبق الخطوه دي لان احنا عندنا خطوه اولى زي ما احنا عارفين. الحمد لله الامور طيبه جدا حتى هذه اللحظه، ينقصنا التوفيق
ان شاء الله باذن الله. النهارده التدريب هيكون 8 مساء بتوقيت الجزائر، 9 مساء بتوقيت القاهره، على ملعب 5 جويليه اللي هيستقبل ان شاء الله المباراه غدا السبت. كل التوفيق للنادي الاهلي، دعواتك كابتن اسامه ان شاء الله ودعوات كل جمهورنا العظيم باذن الله. نشوف الحماس الكبير اللي احنا شفناه، نشوف ايضا كمان المسانده الدائمه كالعاده طبعا من جمهورنا العظيم ومن العدد اللي هيكونوا متواجد النهارده ايضا كمان في التدريب وغدا في ملعب 5 جويليه اللي هيستقبل مباراه الاهلي ووفاق الصيف. لكن في هذه اللحظات عوده للاستوديو والكابتن اسامه حسن. بنشكرك شكرا جزيلا، يعني دايما متالق كريم احمد بحط الاهل الاهلاويه دايما هنا في مصر، يعني فرقه الاهلي دايما في الصوره وبنتابع دايما الاخبار اول باول. بنشكرك شكرا جزيلا وكل طاقم قناه الاهلي المتواجد هناك في الجزائر. صراحه الناس يعني بتقوم بمجهود كبير وشغل اكثر من رائع علشان دايما تنقل الصوره وتطمن دايما كل جماهير الاهلي. اللي انا بطمنك ان كل جماهير الاهلي دايما في ظهر النادي الاهلي، دايما جمهور النادي الاهلي في اللحظات المهمه بنشوفه، دايما في الوقت الصعب بيكون متواجد. وان شاء الله بكره يكون يوم حلو لكل الاهلاويه بفضل الله وفضل دعوات الاهلاويه وايضا بفضل مجهود لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. دكتور ثابت، كان في حالات مهمه جدا عايز تستعرضها برضو، يا ريت تعرضوها لنا علشان نشوف برضو نقاط القوه في وفاق الصيف او نقاط الضعف اللي ممكن يشتغل عليها موسيماني يستغلها او يخلي باله منها من وفاق الصيف. اولا طبعا في نقاط القوه عندهم جمهورهم بكره، جمهور في فيديو طبعا للجمهور بتاعهم حتى في المباراه الاخيره، واضح ان جمهورهم يعني جمهورهم متحمس جدا متعطش، جمهور مغربي بيحب فرقته. نستعرض بقى بقيه الحالات، نكمل الحاله اللي بعدها. عايز برضو اشوف جمهور وفاق الصيف دي، احنا الحالات دي عرضناها. كمل. جمهور وفاق الصيف طبعا لعيبه النادي الاهلي عادي متعوده انها تلعب في اجواء وجماهير كبيره وشفناها في مباراه الرجاء. ده شكل جمهور وفاق الصيف في المباراه الاخيره في الدوري، جمهورهم متحمس جدا وباين ومتعصب وبيدوهم دفعه معنويه كبيره هتفرق معاهم اكيد. عشان كده بقول لحضرتك اول نص اول ربع ساعه او اول 20 دقيقه اهم 20 دقيقه بكره. ليه؟ لان انت مهم ان هم ما يسجلوش هدف مبكر. هي بكره السر ان شاء الله في الصعود بكره ان هم ما يسجلوش هدف مبكر. وهو المدرب بتاعهم هيلعب ان هو يجيب هدف مبكر. لازم انا امنع له ده ازاي؟ ان انا استحوذ على الكره قدر الامكان. دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن أنا طول ما أنا مستحوذ على الكورة الجمهور ده هيسكت. الحاجة الثانية اللعيبة الأهلي فدي هتفرضها عليهم. ونكرر يا أحمد الأخطاء حوالين ال 18 بتاع النادي الأهلي. في الضربات الثابتة مهمة جدا لأن هم الأخطاء حوالين ال 18 اللي علينا بتاعنا نقللها يعني. نقللها على قد ما نقدر لأن هم في كور الثابتة دي طبعا حاجة مهمة جدا. الدكتور احمد ثابت قال نقطه مهمه ان احنا نقابل الهجوم اللي بكره ممكن نلاقيه من وفاق الصيف وكمان الحماس الجماهيري بعمليه الاستحواذ ده مهم جدا. لازم تستحوذ وتحاول ان انت تمتص الحماس الجماهيري ده بالاستحواذ وتستهلك وقت. والحاجه الثانيه برضو تحاول ان انت انت بكره مدرب وفاق الصيف مسته ان هو بيعمل دفاع منطقه بشكل كويس او بيعمل ميد بلوك بيضغط في وسط الملعب ويلعب 4-4-2، بكره فكره هيتغير اكيد اكيد، هيطبق الضغط العالي اكيد. مرحله الضغط بتاعته هتتغير من وسط الملعب للضغط العالي. فانا ازاي اقدر استغل المساحات الموجوده في ظهر المساكين بتوعهم اللي هم اصلا عندهم مشكله في حته العمق الدفاعي؟ بكره لازم الاجنحه تضم لجوه، لازم استغل السرعات سواء من بيرسي تاو سواء من طاهر سواء من الشحات سواء من عبد القادر سواء من وليد سليمان لو نزل الشوط الثاني سواء من محمد شريف. الحاجات دي مهمة جدا ان انا اقدر استغل. لو كملنا بقيت بس الحالات بقيت الصور هتلاقي مساحات كبيرة ورا الاثنين المساكين، عندهم مساحات كبيرة، فانا ازاي هستغلها؟ زي ما قلت لحضرتك مباراة الذهاب بيتسو موسيماني قدر يستغل المساحة الموجودة ورا اثناء الارتكاز. في مباراة الاياب بكرة اكيد تفكيره في كده، انا هستغل ازاي المساحة اللي ورا الاثنين الارتكاز. ليه؟ لان مرحلة الضغط اتغيرت من الميد بلوك للهاي بريجر بتاعه اللي بيطبقه مدرب وفاق الصيف، لانه اكيد هيطبق الضغط العالي طبعًا. لانه بكره وفاق الصيف الهدف الاساسي ليه ان هو يجيب هدف مبكر فيه. طبعا كابتن حشيش، مع كل الكلام اللي قاله الدكتور احمد ثابت انهم عايزين يجيبوا هدف مبكر، تواجد الجمهور هيعملوا الضغط العالي، الخبرات بقى هنا في النادي الاهلي وكباتن الفرقه اكيد هيكون ليها دور سواء من قبل المباراه خارج الملعب وبيتكلموا كفرقه وكمان جوه الملعب اثناء ال 90 دقيقة، اعرف كلامك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حشيش، كنت بكلمك قبل الفاصل دور كباتن الفرقة، كابتن احمد ثابت او دكتور احمد ثابت اتكلم بكره عن دور الجمهور الجزائري، جمهور فاق الصيف في المباراة، المدرب بتاعهم هيعمل ضغط عالي. هنا دور الكباتن بقى، دور اللعيبه الخبرات داخل الفريق.
سواء خارج الملعب قبل المباراة أو خلال التسعين دقيقة. دور الكباتن الخبرات لعيبة مهمة جدا جدا اللي هم مروا بالظروف دي قبل كده كتير ينقلوها طبعا للعيبة. بكرة ما فيش طبعا جمهور للنادي الأهلي اللي احنا متعودين عليه طبعا بنلعب برة. في مقابل فيه جمهور كبير جدا من وفاق سطيف هيبقى موجود. الدور اللعيبه بقى لعيبه النادي الاهلي الخبرات انهم يعوضوا اللعيبه الصغيره اللي ما عندهاش خبرات عن موضوع الجمهور ده. حماس في الملعب في نفس الوقت برضو في اوقات معينه بيحتاجوا يهدوا اللعيبه انها ما تنساقش ورا بعض الظروف مثلا من اللعب العنيف او من الحماس الزايد. لا قدر الله برضو يعني على حسب ظروف المباراه ماشيه لو قدر الله في هدف في النادي الاهلي ولا حاجه يلاقي برضو لعيبه واقفه على رجليها، لعيبه بتتكلم مع اللعيبه الصغيره ان لسه المباراه 90 دقيقه. محمد حتى الشناوي لو علي معلول من طبعًا الخبرات الكبيره طبعا جانج محمد هاني سليه لو موجود طبعا يبقى برضو من ضمن الخبرات بيرستاو من العناصر المميزه. وانا سعيد ان هو رجع المباراه السابقه ويعني بيحرز هدفين وبيعمل اسيست ابتدى يستعيد لياقه المباريات كمان لانه كان برضو فتره كبيره ما بياخدش ورا بعضه فدلوقتي وصل لمرحله يعني ما شاء الله كويسه. وكان محتاج هدف هدف وهو طلع في الحته اللي قدام دي بتجيب هدف المعنويات بترتفع كمان. يا اسامه كميه الجري اللي جريها الماتش اللي فات حاجه طبعا جامده جدا. ربنا يسهل ويكمل بهذا طبعا المستوى. زي ما بقول لك هي محتاجه يبقى في عوامل كتيره من ضمنها ومن اهمها طبعا لان المدرب بيبقى عليه الدور بتاعه خارج الملعب او قبل المباراه او قبل سفاره الحكم. مجرد ما بتنزل الملعب بيبقى كباتن الفرقه او الناس الخبرات هو اللي جوه معاك هو اللي عايشين معاك لان ممكن اللعيب في المباريات الكبيره اللي فيها جماهير كبيره جدا جدا اللعيب ما بيبقاش سامع المدرب بتاعه من خارج الملعب طبعا. انما اللي اقرب له طبعا هو اللعيب اللي جنبه اللي في نفس الظروف ونفس الوضع بيستمد القوه وبيستمد الثقه وبيستمد الحماس من اللعيب الخبرات. زي بقول لك على اختلاف طبعا مواقف اللعب حتى لو ان شاء الله احرزنا هدف ده برضو لازم الكوره علمتنا ان هي 90 دقيقه ما بينتهيش اللقاء وما بنوصلش ان شاء الله للنهائي الا مع نهايه سفاره الحكم بكره. كابتن محمود الخطيب دايما ليه دور مهم دكتور ثابت رغم يعني عدم سفره مع البعثه بعض الالام في ظهره. موجود هناك الاستاذ عمرو فاروق، موجود الدكتور محمد شوقي، استاذ طارق انديل، الكابتن حسام غالي، اربعه من اعضاء مجلس الاداره متواجدين. لكن كان في اجتماع مهم جدا لكابتن محمود الخطيب مع لاعبي النادي الاهلي قبل السفر وكان في كلمات مهمه جدا ان احنا لسه ما صعدناش. احنا خدنا مباراه اولى حطينا قدم اولى في المباراه النهائيه لكن لسه على الورق لسه النادي الاهلي ما صعدش. كابتن محمود الخطيب طبعا خبره اداريه كبيره جدا يعني خبرات رهيبه يعني بسم الله ما شاء الله. تاني يوم لما عمل اجتماع مع اللعيبه هو بيوجه رساله اللي انا كنت بقوله في حته النادي الاهلي، النادي الاهلي طول عمره مش بيفكر في رقم اثنين قبل رقم واحد، هو لما اجتمع مع اللعيبه عايز يوجه رساله لتاني يوم بعد المباراه الذهاب يا جماعه احنا لسه ما صعدناش. لان الكوره فيها كتير، احنا شفنا تجربه برشلونه مع باريس سان جيرمان وفي فرق بتقدر تعمل ريمونتادا، صحيح ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يصعد ولكن عليك ان انت تحترم المنافس جيدا، لازم ان انت تحترم المنافس ده اساسيات الف ب كوره عشان تكسب، لازم يبقى انت عندك احترام. دور الكابتن محمود الخطيب طبعا دايما بيبقى موجود دايما في المواقف الصعبه لما هنا كنا 2-1 قدام الرجاء وقاد البعثه في مباراه الرجاء في المغرب، دايما برضو بعد اي خساره بتلاقيه اول واحد متصدر المشهد. لا طبعا ليه دور مهم جدا جدا، واحد من الخبرات اللي بتتعلم منها خبرات اداريه كبيره جدا. كذلك برضو دور كابتن سيد في الفرقه في التصريحات امبارح سمعت له تصريحات كويسه جدا، وجود اربعه في من مجلس الاداره في السفريه ديت، يعني حضرتك اتكلمت على المهندس عمرو فاروق او الوزير عمرو فاروق، كابتن حسام غالي، دكتور محمد شوقي، استاذ طارق انديل والمهندس طارق انديل، اربعه موجودين من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في السفريه دي، وبالتالي ربنا ان شاء الله ينصرنا باذن الله. باذن الله بكره ربنا يكون معانا التوفيق حلفنا. مش معنى ان احنا كسبنا ابدا، مش ده تفكير النادي الاهلي ان احنا كسبانين 4-0 ان خلاص المباراه حسمت، او ان احنا صحيح في بعض الحاجات اللي بتحصل في المباراه النهائيه احنا شغالين عليها في شق، ولكن الشق الثاني وهو الاهم وهو التفكير في الصعود الاول، وبعد ما نصعد ان شاء الله يبقى لينا كلام ثاني في المباراه النهائيه ولينا حاجات ثانيه هندافع عن حقنا في المباراه النهائيه باذن الله. الشوط الثاني بيكون من الاشواط المهمه
ودايما اللعيب اللي قاعد على الدكه ورقه مهمه في ايد المدير الفني. شفنا المباراه السابقه محمد شريف واحد من المهاجمين المميزين جدا كان غاب عنه التهديف فتره، المباراه اللي فاتت بيرجع بهدف يعني هدف حلو جدا. عوده محمد شريف للتهديف مكسب كبير، عوده بيرسي تاو مكسب كبير يا كابتن حشيش. طبعا مفيش لعيب مش مهم في فريق النادي الاهلي او في اي فريق سواء بيلعب اساسي او بيلعب احتياطي، شفنا امثله كثيره وشفنا مباريات كثيره. وكمان عوده طاهر محمد طاهر للتهديف طبعا بيبقى صاحب المكسب مباريات كثيره جدا، صاحب المكسب راجل قاعد على الدكه وبينزل ممكن اخر المباراه هو بيبقى السبب في دي لقطات دلوقتي يعني. وحضرتك بتتكلم يعني قبل المحاضره الفنيه لبيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق التدريبه الاخيره النهارده هتكون في ملعب المباراه. دي محاضره فنيه من بيتسو موسيماني، دايما بيعتمد برضه على المحاضرات النظريه وبيشرح للعيبه والتمركزات ويشرح لهم فاق الصيف واتفرجوا على كذا مباراه لفاق الصيف. اتفضل كابتن. زي ما بقول يا كابتن اسامه النادي الاهلي دايما مدرسه لتعليم كل حاجه سواء كره القدم او تعليم فنون الاداره. النادي الاهلي دايما بياخد بالاسباب زي ما قلنا من شويه، سفر اربعه من اسماء كبيره من مجلس اداره النادي الاهلي مع الفريق، ده رساله للعيبه ورساله للجمهور ورساله للدنيا كلها ان المباراه مهمه، المباراه لم تنتهي او الدور ده لم ينتهي بعد. اهتمام الناس واهتمام الكابتن خطيب ولما الكابتن خطيب اللي هو كبير المنظومه يتكلم مع اللعيبه دي بتدي طبعا يعني تاثير نفسي قوي جدا في البعثه كلها. وشفنا دور الكابتن خطيب مش اول مره يبقى موجود او يتكلم او مواقفه مع فريق النادي الاهلي في أدوار السنة اللي فاتت واللي قبلها كانت أدوار مهمة، وكان الصعود بتاعنا لو تفتكر في دوري المجموعات متوقف على مباراة ومباراة خارج الأرض النادي الأهلي، والكابتن الخطيب بيسافر وبيتحامل وبيسافر عشان يوجه رسالة لأنه هو عارف ومتأكد أنه تأثيره قوي جدا جدا على اللعيبة، وفعلا تأثيره قوي جدا على اللاعبين وبيدي دايما رسائل. ولما اللعيب انا كلعيب في الملعب بشوف الراجل الاسطوره رئيس النادي اكبر راس موجوده في المنظومه بيعمل بيتحمل على نفسه وبيجي ودوره لا يقل عن دور لعيب في الملعب بيبذل الجهد وبيبذل اقصى حاجه، كل دي دروس سواء للعيب او سواء للاداري او سواء للجهاز الفني، كل دي دروس النادي الاهلي بيديها. ان شاء الله نتمنى الفرقه الثانيه كمان تتعلم من النادي الاهلي في اساليب الاداره وفنون الاداره، لان النجاح والتفوق والريكورد اللي عامله النادي الاهلي في تاريخ الكره المصريه سواء المحلي او الافريقي ما جاش من فراغ، ده تعاقب مجالس ادارات ومبادئ للنادي الاهلي ماشي عليها. هاخد من كلام الكابتن حشيشه دكتور ثابت نقطه مهمه جدا، الاداره الحكيمه النهارده وانت بتعمل زياره او عندك مباراه مهمه مع وفاق الصيف شوف تبادل العلاقات النهارده يعني كره القدم او النادي الاهلي اللي بيصنعه النهارده في علاقات دول مصر او الجزائر او على مستوى الانديه، زياره مهمه جدا لازم نتوقف عندها. زياره وفد النادي الاهلي برئاسه الاستاذ عمرو فاروق وكان متواجد الدكتور محمد شوقي وحسام غالي والاستاذ طارق انديل وكانوا متواجدين في مقر الاتحاد الجزائري لكره القدم، والعلاقه النهارده وتبادل العلاقات وعند مقام الشهيد، شايف العلاقه دي ازاي اللي دايما النادي الاهلي حريص عليها؟ لما بنشوف النهارده النادي الاهلي بيتبادل علاقات مع الترجي في تونس او النجم الساحلي ونفس الكلام مع المغرب، وبنشوف استقبال الفرق كمان لما بتيجي مصر النادي الاهلي بيستقبلها افضل استقبال، شايف دور النادي الاهلي علاقاته مع كل الانديه دي ازاي بفضل الاداره الحكيمه؟ تملي بنقول ان الهدف من الرياضه مش مجرد ان هي مباريات بس، الهدف من الرياضه اكبر من كده بكتير. الرياضه بتعمل ترابط بين الشعوب، بتعمل وحده مهمه جدا. احنا بنشوف النادي الاهلي لما بيروح الجزائر والاستقبال نفس الاستقبال بصراحه اللي استقبله فرقه الجزائر هنا وفوق الصيف من النادي الاهلي بيستقبلونا نفس الاستقبال هناك. طبعا حضرتك اتكلمت على الدور اللي بيعملوه ان هم راحوا الاتحاد الجزائري وهنا، ده دور النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما مدرسه في الاداره. دي الزياره معانا وانت حضرتك بتتكلم. النادي الاهلي دايما مدرسه في الاداره، النادي الاهلي في حته ثانيه في حته الاداره، هو دايما سر قوه النادي الاهلي جمهوره وادارته، دول اقوى حاجتين في النادي الاهلي وهم دول اللي مخليينه
رقم واحد في افريقيا. الجمهور زاد الاداره. دول اقوى حاجتين. دايما عايز تتعلم الاداره اتعلم من النادي الاهلي. اي نادي في مصر عايز يتعلم سواء في الاداره في الكوره في جميع الالعاب ازاي التعامل مع الازمه، ازاي اداره النادي الاهلي دايما بتتعامل. شوفها كده لما تيجي تركز، شوف الازمات اللي بيتعرض لها النادي الاهلي وازاي اداره النادي الاهلي بتتعامل مع الازمات. من هنا تعرف ان الاداره دي سر قوه، يعني سر من اسرار نجاح النادي الاهلي. مش في مجرد في المكسب او في البطولات، ما هو المكسب والبطولات ده جاي نتيجه اداره وازاي بتتعامل مع الازمات على مدار السنين. على مدار الادارات اللي تولت النادي الاهلي، ازاي نجاح النادي الاهلي، نجاح اداره النادي الاهلي دايما في التعامل مع الازمات. لكن هنا طبعا دور مهم جدا في توطيد العلاقات، في الاستفاده من الخبرات. هم اكيد كمان برضو عايزين يستفادوا مننا. جمهور النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا واقوى نادي في افريقيا، فطبعا ان انت بتوثق وبتوطد العلاقه معاه وبتقوي العلاقه معاه، دي نقطه برضو هم يتمنوها. دي حاجه على مدار الانديه الافريقيه كلها، فدي حاجه طبعا تحسن. المواقف دي نشكر برضو سياده السفير هناك في الجزائر، يعني عامل شغل اكثر من رائع، وكل طاقم السفاره صراحه يعني بيجهزوا للمباراه مش من الجزائر، لا ده من هنا. ورئيس وفاق ستيف بصراحه محترم جدا. رئيس وفاق ستيف استقبلنا استقبال هنا جاي مع البعثه، وهنا برضو كان واقف في المطار هناك. فبصراحه تحياتي لوفاق ستيف كله والشعب الجزائري. عايزين نقول كمان يا اسامه احمد ان الحاجات دي هي اللي بتهدي بقى الاستاذ العمري فاروق بيضحك مع دكتور عن شاوي لما شاف اسمه على التيشيرت. دي من اللقطات الحلوه يعني. طبعا اسامه دي الحاجات برضو بالمواقف والتصرفات دي هي اللي بتهدي الاجواء وترجع الروح الرياضيه بالجمهور. جمهور الفريقين او الجمهور الجزائري لما بيشوف استقبال النادي الاهلي وزياره اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي لاتحاد الكره الجزائري، كل الحاجات دي بترجع الروح الرياضيه وبتهدي الاجواء بين طبعا يعني الفرق وبين الجماهير. ودايما المعامله بتبقى طبعا معامله بالمثل. واحنا بالنسبه لنا طبعا مصر هي يعني ام الدول العربيه، وهي اللي بتاخد كل الدول العربيه في حضنها. وطبعا النادي الاهلي دايما سفير على اعلى مستوى في كل ارجاء الدول العربيه او الافريقيه. يعني حقيقة. دكتور ثابت، عوده محمد شريف للتهديف مهمه جدا طبعاً. محمد شريف من اللعيبه اللي انا مقتنع بها جدا، يمتلك امكانيات رائعه، سريع، بيلعب برجلين الاثنين، من فرص صعبه ممكن تلاقي محمد شريف ظهر. عودته في المباراه السابقه مكسب كبير للنادي الاهلي طبعا. وهنا انا بقى اللي هسالكوا سؤال. هنا انا شايف تالق محمد شريف حاجه بصراحه في التهديف، فهو بيتسو موسيماني بيلعب 4-4-2، فانا انتوا شايفين المشكله في العمق الهجومي الدفاع عندهم. هل بيتسو موسيماني يبدا بمحمد شريف مثلا جنب بيرسي تاو، خاصه ان هما الاثنين اعتمد على السرعات عاملين عمق. لما شفناهم في المباراه في الشوط الثاني لما نزل شريف واحد بيتحرك بين الخطوط والثاني بيتحرك ما بين المساحه ما بين المساك والباك، فعملوا شكل كويس قوي. تالق محمد شريف يعني هو بدا ببيرسي وطاهر، هل ممكن يحول طاهر كجناح بحيث ان انت بتستغل طاهر ماشي بحاله كويسه قوي وكان واحد من نجوم الماتش اللي فات وعنده سرعات، طاهر مسته كمان على الاطراف ان هو هيديك سرعه الارتداد، فهل يبدا بمحمد شريف جنب بيرسي تاو؟ دي حيره فنيه مميزه للنادي الاهلي والمستر بيتسو موسيماني ان هو عنده حلول كتير. فانتوا ايه رايكم؟ انت محتاج برضو هقول لك ليه هو الحل الرد عند موسيماني. انت محتاج كمان يا اسامه في الحته دي لان خلي بالك بيرسي تاو ومحمد شريف عندهم الناحيه الدفاعيه برضو مش موجوده. وانت محتاج في ماتش زي ده انك برضو لازم واحد من الاثنين يبقى حته نص الملعب مكمل برضو الحته دي. فهي اصلها حسابات عند المدير الفني كبيره. اتمنى ان شاء الله ايا كانت التشكيله اللي هيبدا بها بيتسو موسيماني بكره كل التوفيق للتشكيله تبدا او كمان كل التغييرات. كابتن حشيش شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن اسامه، شكرا يا ابو حميد، دايما كده في تالق في الاستديوهات بتاعتك، وان شاء الله من مكسب لمكسب دايما يعني. ان شاء الله. دكتور ثابت دايما بنستمتع بيك وشرفتنا ونورتنا، واضافه كبيره لنا في استاد الاشبال. الله يكرمك، الشرف ليا يا كابتن اسامه، والف مبروك للنادي الاهلي المكسب النهارده، وان شاء الله نحتفل بكره باذن الله الفرحه الكبيره بالقدم وبالسله ان شاء الله. باذن الله بكره ان شاء الله يكون يوم اهلاوي حلو على كل الاهلاويه زي ما استمتعنا النهارده بمباراه 2006 والفوز على نادي الزمالك 3-1، وما زال فريق النادي الاهلي متصدر جدول المسابقه ومتبقي ليهم ماتشين مهمين. ان شاء الله نبارك لهم بعد نهايه الدوري. بكره يوم اهلاوي، بنحتاج من كل الاهلاويه ان شاء الله يعني الدعوات والمسانده عندنا. هنبتدي بكره بمباراه السله بكره
دوري سوبر السلة، مباراة مهمة جدا. النادي الأهلي لعب أمام الاتحاد السكندري ثلاث مباريات، خسر مباراة وفاز في اثنين، متبقي بكرة إن شاء الله المباراة الثالثة نقدر نخلصها من بدري، ما نستناش للمباراة الخامسة. لكن كنت أتمنى إن اتحاد السلة يقدم المباراة، يقدم موعد المباراة علشان يتيح لكل جماهير الأهلي مشاهدة مباراة السلة المهمة جدا، وأيضا مباراة كرة القدم. كنت أتمنى ولسه ما زال الوقت متاح لاتحاد السلة إنه يقدم مباراة السلة بكرة الأهلي أمام الاتحاد، وإن شاء الله يكون توفيق للاعبي النادي الأهلي في السلة ويقدروا يحسموا الدوري بكرة ويحققوا الخماسية الرائعة، إن فعلا عندنا جهاز محترم وكمان لاعبين محترمين. وبكرة إن شاء الله يكمل بصعود النادي الأهلي للمباراة النهائية، مباراة مهمة وصعبة، لكن لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني أداها وقدود، ودايما جماهير النادي الأهلي في ظهركم وليكم كل المساندة. بكده وصلنا لنهاية الاستوديو التحليلي، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبكرة إن شاء الله لبارك لكل جماهير النادي الأهلي. وكمان استنونا بكرة في قناة الأهلي الكابتن أيمن شوي مع الاستوديو التحليلي، هيبتدي مع حضراتكم بكرة من الساعة 7 وكل كواليس النادي الأهلي في الجزائر، ويكون يوم سعيد. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، شكرا وإلى اللقاء.